تقول إني عزمت على ألا أتزوج إلا من رجل حافظ لكتاب الله أو أجزاء منه ومتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن كل الشباب الموجودون في منطقتنا يهتمون بأمور دنياهم أكثر من أمور دينهم، وأخشى أن أتزوج من نوعهم فنقع في الخلاف، فما هو توجيهكم؟ تحري الشاب الذي يحفظ القرآن أو يحفظ بعض القرآن أو يحفظ شيئا من السنة هذا أفضل وأحسن، لكن إذا لم يتيسر فتزوجي بمن يكون مستقيما في دينه ولو لم يكن يحفظ شيئا كثيرا من القرآن، لم يكن يحفظ كثيرا من القرآن أو لم يكن يحفظ من السنة، ليس هذا بشرط وليس بلازم، ما دام أنه مستقيم على دينه ومحافظ على الصلوات ولو لم يكن عنده حفظ كثير من القرآن أو من السنة.